دوستو، آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں، اور اس مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں موجود ہوں مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں کا ماحول، اور عید کی نماز کے قبل تکبیرات، اور عید کی نماز اور عید کی نماز کے بعد بہت خوبصورت مناظر۔ دوستو، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ دوستو، آج 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں موجود ہوں مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور میں نے یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں، اور زندگی میں مجھے یہ پہلا موقع ملا ہے کہ میں یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کروں۔ عید الفطر کی نماز 2-3 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز یہ پہلا موقع ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم حج میں بزی ہوا کرتے تھے، یا تو حج پر ہوتے تھے یا تو حجاج کرام کی خدمت میں کسی نہ کسی حج کے کام میں کام کر رہے ہوتے تھے۔ على يمينك وانت داخل، وانت قاعد دلوقتي على شمالك. الله أكبر، 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 ال
الله أكبر
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من بعدهم. والأضحية الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته من الأحياء والأموات، ويجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي ورد النص بها وما هو مثلها من كل ما يؤثر على بدن الأضحية وسلامة لحمها. ويجب كذلك أن يتبطن المسلم لسن الأضحية المعتبر في الإسلام، وهو في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر سنتان، وفي المائز سنة، وفي الضأن نصفها، ويستحق الأكل منها ويتصدق من لحمها ويهدي، والله لا يضيع أجر المحسنين. ويستحق أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن ذلك، وإلا شهد ذبحها مكبرا لله جل وعلا شاكرا له على نعمه. ومدة الذبح هذا اليوم وثلاثة بعده. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. اللهم صل على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما نبى المنبون. اللهم اجعل ايامنا سرورا وحبورا. اللهم واعد علينا هذا العيد اعواما عديده ونحن في امن وامان وطاعه واحسان. اللهم فرج هموم المسلمين واجعل ايامهم امره بالخير والهدى والتقى، وجد عليهم بالامن والصلاح والفلاح. اللهم احفظ
حجاج بيتك وردهم سالمين غانمين. اللهم احفظ خادم الحرمين وولي عهده وبارك في اعمالهما وارزقهما الصحه والعافيه والتوفيق والسداد. اللهم واجز خادم الحرمين وولي عهده وجميع افراد حكومته خير الجزاء على ما يقدمونه للحجاج والمعتمرين من جهود خيره. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الكريم.
دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز اس سے اچھی اور بہتر ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اللہ حافظ۔